سجله بقى، بس هو اللي فات المفروض موجود يعني. طيب احنا عندنا لام لام وهه هه خلاص. هو بيقول لك الميم تلاتة اللي عليهم، الميم تلاتة اللي هي دي ودي خلاص، هو عايز ينفذهم كام؟ ما بين محور واحد وتلاتة خلاص. وقال لك قلنا المحور التاني فين؟ وعشرة واتناشر عايز ينفذهم 25 في 60 بدل من 12، يبقى دي من 1 لـ3 وادي من 10 لـ12. كل الميم 3 دي عايز ينفذها كام؟ 25 في 60، هي معموله 15، فبتقوم انت عادلها. فعلشان تقوم تعدلها لازم تروح للمعماري وتجيبه وتشوف انت عايز ترد من انهي اتجاه. طبعا انت بحسك كده انت هترد منين؟ هترد ده الاتجاه المحكوم، فتقوم ده ترد منه خلاص. ده الاتجاه المحكوم فتقوم انت ايه ترد منه. خلاص ده بالنسبة ايه، ده اول امر موقع كان عندنا. بعد كده الالتزام ببئر المصعد الموضح بالشكل، يتم تنفيذ ميدة المصعد ميم واحد 25 في 60 بدلا من ميم تلاتة 15 في 60، بحيث يكون بداية الميدة على بعد 170 من محور 7 في اتجاه محور 6. يعني ايه الكلام ده؟ فين ميدة المصعد؟ ادي ده المصعد بتاعنا موجود فين؟ محور 6 ومحور 7. ادي احنا عندنا الاسانسير بتاعنا هنا خلاص. فبيقول لك ايه، احنا هنقيس 170 من محور 7 في اتجاه محور 6. ادي محور، انت هتروح 7 وهتكتب 170 وتقول له اهي خلاص، اللي هي ايه، وتحول الميده اللي هي ميم 1 دي، هو بيقول لك اهو هنا اهي، وتنفيذ الميدة ميم واحد تنفذها 25 في 80 بدلا من ميم تلاتة 15 في 60. فانت تحول قطعها من من 15 في 60 ل25 في كام؟ بس هي كانت معمولة ان هي تبقى 25 اهي كده، وتقوم بس اهم حاجة ان انت تحركها، تاخد الخطين بتوعها وتقوم محركها لحد الايه المية وسبعين خلاص. دي هو كان منزل الحاجات دي اشتراطات عنده، حاجات مشاكل في الحصر، حاجات عنده كان عايز ايه يعدلها خلاص. الامر ده لسه قال بعد كده بعد ما، لا ده قبليها، ده قبليها، هو اداني لوحات ورسومات وخلاص، بس ده قاله بعديها، قاله قبليها قبل ما نبدا نشتغل يعني. يعني كانت موجوده في، يعني المفروض ان هو عملها في اللوحات، هو مديها لك وانت بتستلم اللوحات. في شويه اوامر موقع اشتغل لي عليهم اول حاجه. طب هو ليه اداني اوامر موقع لما هي كده موجوده في اللوحات؟ ما هي مش موجوده، هو طالما كده كده هو بيعتبرها امر موقع. ليه؟ عشان هو طبع رسوماته خلاص واداها لك كده، هو خلاص ده اللوح ما اتعدلتش. عشان كده امر موقع مش معناه اثناء التنفيذ، امر موقع قلت لك انت بتشتغل البنود وبتذاكر البنود قبلها بفتره كبيره، فاهمني؟ فهو نزل لك حاجه اسمها امر موقع، ممكن يسميها لك، تسميها انت عارف في اي، تسميها زي ما انت عايز، سميها اي حاجه، المهم انت تبقى عارف هو عايز ايه خلاص. بعد كده احنا عندنا لا ما ننساش ان احنا نراجع كل المعمار المية دي بعد ما بنخلص اوامر الموقع اللي فيها خلاص. الالتزام بالمسافه في بئر المصعد، ده حاجه في في المعماري، بئر المصعد من منسوب الخرسانه المسلحه للقواعد، وتشطيب الارض ان هي لا تقل عن ايه المسافه، ما تقلش عن 1.20 متر. ايه المتر و20؟ ان احنا لو رحنا المعماري ادي ده البئر بتاع المصعد اهو، ودي المياه المحيطة بيه، لازم المسافة دي تبقى كبيرة جوه كام؟ معمولة هنا، ده هو عاملها هنا في المعماري 1.60 متر في كام؟ في 1.90 متر. في الإنشائي عندنا، في الإنشائي عندنا فين بئر بتاع المصعد؟ اللي هو هنا كده، المسافة دي لازم تبقى جوه كده، إيه هو عاملها إن هي تبقى 1.5 متر. هو بيقول لك ما تقلش عن ايه؟ عن 1.20 متر خلاص. تنفيذ درجة منتصف الصدفة السلم الرئيسي بحيث تكون عدد السلالم 19 بالارتفاع، ده حاجة معمارية. يتم تنفيذ كوبيستا خرسانة مسلحة للسلم الرئيسي فقط، عشان احنا المبنى عندنا فيه سلمين زي ما هنشوف في المعماري كده. احنا عندنا السلم، المبنى فيه سلمين، فيه سلم رئيسي خلاص، فيه سلم اهو رئيسي، وفيه سلم جنبه ايه ثانوي اهو
خلاص، فبيقول لك انا عايزك تعمل لي كوبيستا للسلم الايه الرئيسي، كوبيستا للسلم الرئيسي. خلاص ده بالنسبه لاوامر الموقع اللي موجوده هنا. في اوامر موقع تانية اللي هي يتم تنفيذ العمود عين 7 على المحاور دي اللي احنا عرفناه. خلاص الكاميرا كف واحد هنشوفها ماشي، هتكون مقلوبه بدلا من ايه من يعني بدلا من 12 في 60 هو عايزها تكون كاميرا مقلوبه قطاع 20 في 60 طبقا للمعماري، هنشوفها برضو مع بعض. طبعا دي عين 3 اللي احنا شفناها وعرفنا المشكله بتاعتها، كانت موجوده 12 16 وهي مكتوبه 16. الح دهيت اللي قلنا لازم ان هي تفضل زي ما هي علشان ما تسيبش الاستاتيكال سيستم الكاميرات المتعامده عليها. خلاص هو بيقول لي في بلاطه عايزك تعملها انت، خلاص في بلاطه عايزك تعملها لتعديه مواسير الصرف خلالها بتكون 30 في 30. البلاطه المنشر دهيت بتبقى في المطبخ او في الحمام حسب ما هو ما بيبقى قايل لك طبقا للقطاع المرفق، وهو بيبقى رافق لك القطاع. خلاص فبتقوم انت عامل البلاطه بتبقى تعملها مثلا هنا في المطبخ كده او بتعملها هنا، وبتقول له دي عشان اعدي فيها مواسير الصرف الم عليها مواسير الصرف بتاعتي، او بتعملها في الحمام وبتقول له هعملها مثلا فواتير 3 12 او 3 16 بتعتمدها منه ماشي. هو في بعد كده في اوامر موقع جايه اشكال، ما بقول لك ايوه ما هو عايز يعمل فتحه، الفتحه دي عايز لها فواتير. ما هو انت هو في رسمه معاها، هو بيقول لك ايه طبقا للرسم اهو، بص افتح الرسم ايه ايوه انت لو ما هو اهي الفتحه اهي، هو عاملها في الحمام وكاتب لك الفواتير، هو بيقول لك طبقا للقطاع المرفق. يعني هو هنا قايل لك ايه، يتم تنفيذ بلاطه فتحه المنشر لتعديه مواسير الصرف طبقا للقطاع المرفق 30 في 30. هو مديها لك فاهمني. في بيقول لك لا ما انا اعملها لي ويسلحها واعملها شوب دروينج وابعتها لي اعتمدها لك، فهو قايل لك طبقا للقطاع المرفق وعامل لك شكلها الفواتير والرسمه بتاعتها ومكانها ودايمين. لو هو مديها لك خلاص ممكن ما يكونش هو مديها لك. تمام. الكاميرا المقلوبه هنشوفها اما ندخل في الايه في الاساسيه في الاسفل. خلاص عرفنا كده. طبعا احنا قلنا بنتاكد من كون الحيطه لازم يكون تحتها قائم ميدا كام اكبر منها او قدها. خلاص احنا طبعا الميد اللي احنا اللي عندنا دي هي دي اللي محكومين بيها، وبالتالي لازم تكون اي حيطه 12 لازم يبقى تحتها ميدا 15 20 25 زي ما احنا عايزين. خلاص لو الكلام ماشي بالعكس قلنا هنجلد الايه السمله او الحيطه. خلاص مش لازم الحيطه تكون في نص الميده، ممكن تبقى على وشها من الناحيه دي، ممكن تبقى على وشها من الناحيه دي، مش شرط ان هي تكون في ايه نص الميده. خلاص بعد كده ايه في حته قلنا في الحته بتاعت بادي السلم ده اهي، في حته هنا كده ان هو كان ناسي الاشاير بتاعه الاعمده بحددها له. طبعا انا بروح للمعماري وبقول السلالم اهي هنا، اما بحطهم على بعض بتبان ان الاشاير هنا، برده مش لازم الاشاير تبقى في النص سواء للسلم ده او للسلم ده. خلاص ما ننساش حاجه مهمه جدا ان احنا عندنا هنا الميد كلها كام او اغلبها 60 وفي قواعد عندي 80، لازم اعرف فين القواعد اللي بقت 60 والميد 80، واعرف ان في حاجه اسمها الركوب ال 20 سم ده لازم ابقى متخيله بعناية ولازم اشوف احصره ازاي. يعني مثلا انا عندي ميده زي دي داخله هي هو الطبيعي الصح ان انت الميد بتبقى داخله لحد هنا خلاص لازم توصلها. طب الركوب ده لو هي دي ميده مثلا ارتفاعها 80 وقاعده 60 يبقى انت في عندك 20 سم هنا زياده، وهل ال 20 سم دي ممتده لحد الناحيه الثانيه ولا لا؟ دي بتاعته هو لازم انت ايه تساله فيها. خلاص ما ننساش نسقط كل اوامر الموقع على الشغل اللي عندنا هنا، مراجعه العاديه والرفرفه اللي اتكلمنا فيها. خلاص لازم اعدل سمك العاديه واحنا لقينا العاديه كلها مضروبه بالنار. دي مش جايه مع العمود، يعني لما اجي اوصل الحديد بتاعي هو الاعلى. هل الميده بقى الحديد بتاعك مش شرط الحديد ده برضو للاستشاري؟ ما هو انا عشان كده بقول لك انا كلمتك في الخرسانه، انت ممكن لا هو انت ممكن ان يطلب منك لا هو عايز ان هي تكمل. انا بقول لك انا كان معايا واحد بيقول لي لا
لحد وش القعده مش لحد وش العمود. وبعد بتنزل الزاويه، ما انت يا تنزل الزاويه الرجل بتاعت العلوي يا تنزلها في العمود يا اما تنزلها في الاخر. الخرسانه نفس الكلام، يا تخليها لحد وش العمود. مع الخرسانه لو هي نفس المنسوب خلاص مش مشكله. هو يقول لك والله انا الزياده اصل دي خرسانه وانت هتحاسب عليها، هل هي جايه في النص هنا ولا جايه واقفه هنا، فاهمني؟ فلازم ايه تبقى عارف قشر الحديد لازم يكمل لحد وش القعده. لحد وش ما هو في ناس يقول لك لحد وش العمود، وفي ناس يقول لك لا كملها لحد وش القعده من الناحيه الثانيه. طب مش جايه مع وش العمود. طيب نخلينا في المهم. خلاص قلنا الموضوع كله بيرجع للاستشاري، وكل ملاحظه انا واقف فيها برجع فيها للايه للاستشاري. ايه السلم؟ انت بتمسك انت شاير السلم بتشوفها محطوطه ولا لا، بتقوم واخد اللوحه دي ومطبقها مع المعماري، بتشوف الاشاير هل هي موجوده مع البادي او الفخده بتاعه السلم ولا لا، سواء هنا ولا سواء السلم ده او السلم ده. انت المهم عندك ان يبقى فيه اشاير، مش شرط تبقى 100% في نص صدفه في نص الفخده بتاعه السلم. انت المهم عندك ان هي تبقى طالعه هنا. يعني مثلا اهو ناخد ناخد المعماري اسهل. خدت المعماري مسكته من هنا وحطيته هنا تمام، عشان اشوف كده اشاير باد السلم اهي موجوده هنا في مكانها، اشاير باد السلم اهي. والله ده هو حاطط اشاره هنا زياده، اقول له هي دي انت قصدك الخمسه يبقوا جوه هنا ولا في واحده كده طالعه مع نفسها بره ازاي؟ بس فهمت قصدي؟ انت بتبقى ايه بتحط المعماري على الانشائي عشان بتبقى ايه عايز تراجعهم على بعض مش اكتر من كده. خلاص بعد كده احنا عندنا بقى ايه الرسومات المعماريه. احنا عندنا المعماري الارضي الاول الثاني، بنمسك بقى المعماري نعرف بقى المبنى بتاعنا بيتكلم عن ايه. ادي ده المدخل بتاعنا اهو، وادي ده البوابه الرئيسيه بتاعتنا. خلاص بعد كده احنا عندنا العباره عن موجوده عن اربع شقق، كل شقه دي المعيشه، غرفه النوم غرفه النوم، وادي حمام ومطبخ. بعدين الشقه الثانيه بتدخل مطبخ اهو، بعدين معيشه، عندك ثلاثة نوم وحمام. نفس الكلام ميرور الناحية التانية، ادي حمامين ثلاثة نوم هما، وادي الحمام والمطبخ وادي المعيشة. خلاص بعد كده بتبقى ايه تنزل هنا وتشوف الايه نفس الشقة دي ميرور للشقة دي، والشقة دي ميرور للشقة دي. خلاص ده بالنسبة للدور الارضي. الدور الاول نفس الكلام. بعد كده عندنا مسقط افق المتكرر للتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، كلهم نفس الشكل. خلاص نفس مفيش فيهم اي اختلافات. بتعرف الغرف فين وتوزيعاتها والشكل. بعدين هتلاقي هنا ده ايه ده مسقط افق الدور الرابع. يعني هو بيقول لك ان عندك الارضي، خلاص مسقط افقي سوري الارضي ده شكله الاول شكله كده، ايه اللي عليه ده ارميد. معناها كده ان الارميد مش في كل الادوار، الارميد موجود في مسقط افق الدور الاول ومش موجود لا في الثاني ولا في الثالث ولا في الخامس ولا في السادس، بس موجود في الرابع. خلاص وموجود في السطح، معناها ان انا عندي الارميد في اول دور وفي رابع دور وفي السطح، الثاني والثالث والثاني والثالث والخامس والسادس دولت ما فيهمش بالظبط. انت هتشوفها برده هنا كده في الواجهه اهو، عامل لك في الدور ده والدور ده ده ده, ده, ده الارضي اهو سوري الاول والرابع والسطح. خلاص عشان كده هو عمل فيه متكرر ايه بالظبط كده فاهمني انت فاهمني. وبعد كده ادي ده صوره للموقع العام كله من بره بالشكل بتاعه. لا غرف السطح اهي، في موقع عام وفي غرف سطح. غرف السطح اهي، انت عندك غرفه اهي غرف السطح، وادي دي ده السلم والكلام ده، دي عشان دي شخشيخة السلم. خلاص
دي شوف بعدين دي عندك ادي دي الواجهات اهي خلاص. دي الكاميرا المقلوبه يا باشمهندس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، دي اللي جايه لي في امر الموقع. يعني الكاميرا دي طالعه هنا مقلوبه، لو بصيت عليها في الانشائي اللي هي على عند محور كاف كده ماشي، اللي هي الكاميرا دي اللي هي كاميرا الصدفه اللي هي الكاميرا بتاعه ايه نهايه السلم كده، لو بصينا عليها في الانشائي في الانشائي اللي هي ايه الكاميرا دي خلاص. هو عامل الكاميرا دي هنا ايه ساقطه وهي اصلا مقلوبه، فانت بتروح له وتكلمه يقوم قايل لك لا والله انا هجيب لك ادي امر الموقع اهو، ان هي كاف واحد دي اللي موجوده على محور حها بين المنشرين ماشي، مقلوبه بقطاع 20 في 60 بدل من 12 في 60 وطبقا طبقا للمعماري. يعني هو بيقول لك احترم المعماري وخليها مقلوبه بس بالتسليح اللي عندك في الانشاء. اهي دي ده اسمه كده منشرين عشان ده كل ده فاضي، ده هنا ده فاضي اللي هو بتاع الاسانسير خلاص. بعدين فبيقول لك ان هي الكاف دي انت عايزك تحترمها وتخليها بالايه ان هي تكون ايه مقلوبه خلاص. بنروح بقى للاسقف بتاعه الانشائي نبدا نذاكرها سقف سقف، نعرف ايه المشاكل اللي فيها. طبعا اول حاجه بحطها بحط الاعمده بتاعه كل دور وراجع عليها. انا عملت 7 لوحات للاعمده عشان كل دور عندي فيه قصر، فبحط الاعمده بتاعه كل دور على الدور بتاعها خلاص وبراجعها تمام. الكلام ممكن يبقى سهل بس تنفيذه ده مهم جدا، ان انا امسك اعمده بقى كل دور واحطها على الكمر بتاعها واشوف هتتعمل ازاي خلاص. وبشيل بقى ايه يعني باخد اعمده الدور الارضي واحطها على سقف الدور الارضي واخد اعمده الاول وهكذا. بس يعني باخد الاعمده الانشائي احطها على انا في انشائي، انا كل في انشائي، انا اهو في انشائي اهو ده سقف الانشائي خلاص. بتاكد ان العمود ده هو نفس العمود اللي في الجدول، ما ممكن يبقى عامله صح فوق وعامله صح في الجدول وعامله غلط هنا فاهمني. ما لا ما تسيبش حاجه ما تراجعهاش. يعني انا كده المفروض بتاكد مره ان العمله دي بتاعتها مظبوطه والمره الثانيه تطابق بتاعها مع المعماري بالظبط كده فاهمني، لازم اتاكد من كل الكلام ده خلاص. راجعنا براجع اعمده الدور، براجع اعمده الدور الارضي مع السقف خلاص، وبراجع الكمر. انا عندي كل كاميرا هنا دي كاميرا 20 في 60 براجع القطاع بتاعها خلاص، وبعرف ان مثلا عندي كاميرا زي دي 20 في 35، الكاميرا زي دي 20 في 35 بروح اعرف ال 20 في 35 دي 20 في 35 على 60، بروح اعرف الاختلاف ده جاي منين. ادي دي اهي دي هنا 60 هو عامل ارش جواها اهو عامل ان دي هو هنا طبعا عشان ضارب في سكيل، فطبعا انت عندك ادي دي 60 خلاص. هو لاعب في الايه في العرض في العرض، فانت عندك العرض ده هنا ده 20 وعرضك العرض هنا ده ايه ال 35 وعامل لها هنا كده ايه قطاع حاجه صغيره. في عمدان في كمرات تانية معموله 20 في 40 على 70، يعني هو لاعب في الايه في الدبس. في الدبس يلعب فيه ازاي؟ يعني اهو هنا اهو ده دي 70 وادعي لك ان انا في النص عندي اهو ده ال 40 طبعا دي مضروبه في سكيل 2 خلاص. يعني بيقول لك ال 40 هنا وال 30 هنا وال 70 بره فاهم ايه؟ فال 70 بره اهي وادي ال 30 جوه خلاص. بعد كده لازم نشوف بقى موضوع نراجع بقى موضوع الفتحات دي خلاص. احنا راجعنا الاعمده راجعنا القمر خلاص، بعد كده براجع المحاور. ما انساش برضو المحاور اللي هنا دي، خد بالك انا بشتغل على المحور اللي هو المظبوط ال 106 لازم اعدله برضو واعدله على 120 اللي هو مكان ما بين طه وح طه وكاف خلاص. لا في حاجه بقى برضو لازم احشر دماغي فيها، التسليح. حاجه احشر دماغي فيها اللي هي ايه التسليح، لازم اشوف التسليح ده كده ده التسليح الرئيسي اهو عامل اهو 7 فاي 10 عامل هنا 5 فاي 10 والله هو عامل هنا التسليح الرئيسي هنا 5 فاي 10 اه مظبوط هنا 5 فاي 10. بقعد اراجع التسليح وراجع الحاجات دي خلاص. في هنا مثلا ايه في بلاطه من البلاطات لازم ايه كل بلاطه اقعد اراجع التسليح بتاعها الاقي هنا 5 فاي 10 هنا 5 فاي 10 هنا 5 فاي 10 وطبعا الحاجات دي بتبقى ميرور، فبالتالي اللي مكتوب غلط هنا لازم اراجعه هنا واراجعه تحت واراجعه في كل حته خلاص.
يعني اشوف كده في بلاطه هنا 6 في 10 5 في 10 5 في 10 5 في 10 كله هنا مظبوط اهو كده. براجعه مع الجدول ايه؟ ايوه بس انت لازم تراجع، افرض ان هو حاطط تصليح غلط او تصليح مش في مكانه. الانديكيشن ده مش مهم، يعني لو هو حاطط الخطين اللي هي بتاعت التصليح الرئيسي في الاتجاه ده، اهو دي مثلا المفروض دي في الاتجاه ده والمفروض ده يبقى هنا، فمش مهم. فاهمني؟ انت عندك ده طول القصير اهو، فالتصليح الرئيسي هنا مش مهم. انت المهم عندك بتراجع قيمه التصليح ذات نفسه. خلاص لازم نشوف برضو التهبيط هو مهبط قد ايه، التهبيط بتاع الحمامات. انت عندك اربع حمامات في الدور، كل شقه ليها حمام. خلاص طبعا دي غلطة العمود اللي احنا كنا بنتكلم فيها. طبعا هو لو اتقص من اي اتجاه من الاتجاهات هيفك من هنا، يعني انا ده محكوم من هنا وده محكوم من هنا، وبالتالي انا مجبر ان انا ايه اتحرك في نفس الموضوع ده. خلاص لازم اشوف بعد كده. قلنا خلاص موضوع التصليح، التفاصيل بقى بتاع الكمرات اتكلمنا عن البروزات دي، ان هو في هنا عامل هنا بروز 25 حته 35 وحته 25، ده اللي هي الشبابيك الصغيره. انا عندي في نوعين من الشبابيك، لو رحنا للواجهه كده هنلاقي في شبابيك صغيره وفي شبابيك كبيره اللي هي القرش. في شبابيك صغيره هنا دي معمول لها ديت كده، ده ال 25 وال 30، وفي شبابيك كبيره اللي هي معمول لها دي هنا كده، ده هتلاقي كده اهو شايف دي. عملنا كونستراكشن لاين بس نعرف نتحكم منه. خلاص فهو بيقيس كده اهو، ادي دي السبعين بتاعتك اهي، وادي الاربعين بتاعتك اهي. لازم تعرف مكانها فين على الواجهة معايا. دي الكاميرا اللي هو اللي بيتكلم عليها اللي هي دي، فين اهي. خلاص لازم دلوقتي انا الكاميرا دهيت برضو هي معموله 20 في 40، فالكابولي دوت اما اجي اشوفه بقى في المعماري الاقي ان هو ايه عامله برضو نفس الكلام 20 كانت المسافه مش مظبوطه فيه، وتحس هنا كده ده المسافه غير هنا، فكنا رجعناها في موضوع المسافات. خلاص نمسك بقى ايه، عندنا معماري الدور الارضي ونحطه على السقف بتاع الدور الارضي. يعني الخطوه بعد ما راجعت الكمر وراجعت تسليحه، فانا بمسك معماري الدور الارضي بحطه على السقف بتاعه علشان اعرف الحوائط دي علاقتها ايه بالكمر اللي فوقيها من فوق. ما ينفعش تبقى ايه حيطه طالعه مش مخدمه على كمره، او كمره ساقطه مش مخدمه على الحيطه، او الحيطه مش في نفس مكان الكمره. خلاص براجع الكمر مع الحوائط، فهلاقي مثلا الكمر عندي اللي هي كاف واحد دي خلاص مكانها، ممكن اراجعه الاقي مكانها مش مظبوطه. اما اجي احط اطابقهم على بعض الاقي مثلا ايه مكانها مش مظبوط براجعها. خلاص اللي هي عند الحمامات دي كاف واحد. لو جايبنا رحنا نجيب المعماري كده نشوف ونعملها مع بعض، ده معماري الدور الارضي تمام. حطيته هنا جنب الانشاء يا اخوه. خلاص عملناها بلوك، بس احنا عايزين نديها لون الاول علشان ايه لون ابيض، نعملها بلوك. بلوك ليه حافظ حاجة تانية. خلاص بالتالي بقى عندي اهو كل ده بلوك، اقوم واخده كده موف اقفل الاف 8 دي اقوم حاططها. ده معماري الدور الارضي اهو، ده سقف الدور الارضي احطها عليه كده. ابص مثلا اهو ده عندي ده الحمام، دي الحيطه اهي شايفين الحيطه اهي، ده المعماري اهو، الكاميرا اهي شايفين الكاميرا فين. اما اجي ارجع اهو شايفين الحيطه فين، متخيلين معايا ولا؟ اهي الكاميرا اهي اللي انا ماشي عليها اهو، وادي الحيطه اهي. فبالتالي انا عندي في هنا مشكله،
لازم. لا انا اقول له انا هحترم اني، هو اللي يقول لي احترم اني، هل احترم الحيطه ولا احترم الكاميرا، فاهمني؟ بس انت بيبقى الاغلبيه الاصل عندك المعماري، فبتقوم محرك الكاميرا على اساسها، خصوصا ان ما بيبقاش في مشكله هنا، يعني الكاميرا لو اتحركت مش هتاثر حاجه في الايه، في الاستاتيكال سيستم بتاع الانشاء. طبعا البديهه عندي ان المعماري خلاص، وبعدل برضو لازم اعدل بقيه المساقط على الكلام ده، وبعدل بقيه الشقق على الكلام ده، عشان الغلط اللي هلاقيه في الشقه دي هلاقيه في بقيه الشقق. تمام. في عندنا برضو كاميرا السلم، في عندنا مشكله تانية، كاميرا السلم اللي هي كاف 7 30 في 40. خلاص فين كاميرا السلم؟ اهي كاميرا السلم دي 30 في 40، احنا قلنا بنيجي نقيس كده، اوبا ده عاملها لي 20، لازم اتاكد هي مع 30 ولا 20، دي من ضمن الاخطاء. خلاص. في كاميرا المنور اللي هي معموله 20 في 60، خلاص هي ساقطه. خلاص. وفي المعماري عاملها مقلوبه، فلازم اشوف معاه هو قصده على ايه. دي ده انا احنا قاعدين نقول المشاكل اللي انا شفتها، عشان كل واحد ايه يحاول يخلي باله كده من ايه، من المشاكل دي. خلاص. في عندنا برضو مشكلة تانية، السلم الخط الداش ده اللي في السلم، يعني احنا عندنا في المعماري السلم بيبقى فيه خطين، السلم بيبقى فيه خطين، خط داش وخط سوليد. الخط الداش ده خط الخرسانة، الخط السوليد ده خط الرخام. بمسك بقى اللوحة كلها وهم حاطط اللوحة برضو المعماري على الإنشائي، وهم قايل له والله يقول لي الخط ده متوافق معاك هنا ولا مش متوافق معاك. طبعا لقيناها متحركة 2 3 سنتي، بعمل بعدل السلم على أساسها. خلاص. من ضمن المشاكل برضو اللي احنا لقيناها، لازم نراجع أبعاد المنور، إن هي كانت هنا معمولة 160 في 190، هل هي نفس الكلام اللي هنا؟ بص معمولة كام؟ 140 في 188. خلاص. ده اللي هي في المعماري، لازم اراجعها مع الانشائي، هل هي ده في الانشائي، هل هي اللي انت عايزها في المعماري ولا لا. خلاص. وطبعا براجعها في كل دور. طبعا عرفنا موضوع عين 7، المشكله اللي كانت في عين 7، فان احنا ثبتنا القطاع وخليناها ثابته في كل الموضوع، كل الادوار. خلاص. عندنا في تسليح الدور الاول، تسليح الدور الاول عندنا الموضوع الكاف، براجع عليه الكمر اللي هي كاف 2 كاف 7 ده، اهي قلنا كانت فيها مشكله فيها في القطاع بتاعها، في العرض بتاعها. تمام. بعد ما بخلص بقى الملاحظات هنا، طبعا انا بعمل ملاحظات في شقه وبعدين بروح اعمل الملاحظات في بقيه الشقق، كل دور بعمل فيه نفس الكلام ده. يعني دور الاول برضو باخد معماري الدور الارضي واحط عليه سقف الدور الارضي، وبراجع ابعاد كمره، وبراجع اعمدته الاول واحطهم على بعض، بشوف الكمر ماشي مع الحيطان ولا لا. لقينا كان في عندنا الحمام كان فيه مشكله، ممكن تلاقي الدور اللي فوق الحمام معدول وتلاقي حيطه تانيه اللي فيها مشكله. دي مش لوح صرف في المعماري انت احنا انت ده انت عندك فيه هنا صرف، وفي عندك ده صرف. خلاص. وفي بيبقى بتبقى مثلا هنا وده حوض بيتجمعوا مع بعض، وبعدين عشان كده هو قال لك اعمل لي منور، وهو عايز المنور اتحط في الحته دي. ايوه هي، ما انت هتحطها هنا بقى، فاهمني؟ احنا انت ما شفتش الموضوع ده؟ شفتش امر الموقع اللي فيه الكلام ده؟ لا شفته، هجيبه لك لو عايز تشوفه تاني. هي في فتحه هنا بقى هتتحط. انا جايب لكم اللوح الاصليه، ده معماري الاصل بتاع الاستشاري اللي ما لعبناش فيه، فاهمني؟ الفتحه بقت محطوطه هنا، وبالتالي انت شغلك كله هيصرف عليها. تمام. طبعا احنا عرفنا ان ارتفاع الدور باخده من المعماري، سمك البلاطه باخده من الانشائي. خد بالك ان المعماري هنا عامل ايه؟ سمك للبلاطه، فاهمني؟ فين سمك البلاطه؟ هو عامل سمكين، سمك اللي هو ال 10 سم اللي هو عارفه اللي هو بتاع التشطيب، وسمك تاني. بس خد بالك هو حتى لو التهشير هو عامله بتهشير الخرسانه، انت ما بتاخدش سمك خرسانات او اي حاجه خرسانات من المعماري،
ممكن يبقى هو عشان هو هنا عامل له فرض مش بتاعه فاهمني. فبتروح للانشائي وبتاخد ايه سمك البلاطه بتاعتك من اهو هنا البلاطه 12 سنتي قايل لك ان البلاطه الكبيره دي 14 سنتي البلاطه الكبيره 14 سنتي وكل الاوض بتبقى زي بعض خلاص. لازم بقى ايه خلصنا ايه يعني لما تبقى بلاطه زي دي 12 سنتي البلاطه دي كام البلاطه دي هتبقى 20 الصغيره هتبقى 12 كل الصغير 12 هو عامل غرفه المعيشه 14 والباقي 12 برضو انت لو قلقان فيها بتساله فاهم قصدي. ده بالنسبه للايه للوحات الايه الانشائيه بتمسك كل دور وتحطه. طبعا اول حاجه بتمسك القطاعات بتاعه الكمر تراجعها بتمسك القطاعات بتاعه الاعمده تراجعها بعد كده تجيب المعماري على الانشائي وتراجعهم على بعض وتعرف كل واحد لوحده ماشي ازاي خلاص. بعد كده عايزين في حاجه في خلصنا كده اللوحات لا لسه تكتفي ايه ده احنا بقولك مش هنخلص 9:30 تكتفي ايه فاهمني عشان بس ايه ده ما ينفعش ان انا اجل جزء منه للمره الجايه هنبقى قاعدين احنا نسينا احنا اخر حاجه راجعناها ايه تمام. فطبعا احنا بنمسك كل كمر كل دور ليه كمر متغير فبراجعه مع بعضه وبشوف ايه المشاكل اللي عندي. ما بنسى في حاجه مهمه بقى في المعماري خلاص. في حاجه عندي في المعماري لازم انا عندي الجداول بتاعه التشطيبات لازم اقعد اقراها. طبعا انا هنا من هنا بقى بعرف التشطيب بتاع الفراغات. طبعا هو بيبقى حاطط لي مثلا واحد هنا واحد هنا اتنين يعني ده تشطيب الحمام اتنين بقرا كده تشطيب الحمام اتنين الارضيات فيها سيراميك هنا وزر مفيش الحوائط ايه الاسقف ايه بعرف كل حاجه. طبعا ده جداول تشطيب الابواب متر في 2 متر 20. لازم نقطه مهمه وباكد عليها المره المليون ان الدايمنشن دي دايمنشن معماري يبقى انا في الانشائي باخد بالي يعني ما ينفعش وانا شغال بالباب او ايه عامل الباب على ارتفاع 2 متر 20 هاجي اشطب ال 10 سنتي لقيت الباب قفل معايا على 2 متر 10 دي مشكله كبيره جدا. فبعمل الباب على العتب. طب انا بشوف بقى الابواب دي في حاجه مهمه بقى دي بتفرق برضو مهندس من مهندس. انت بتيجي تشوف القطاع والله انا عندي الباب هنا الكاميرا اللي فوقيه مثلا كام انا عندي ارتفاع الدور قلنا 3 متر فبشوف مثلا الكاميرا سقوطها 60 سنتي اتبقى لي كام 2 متر 40. طب انا هو انا هعمل عتب 10 سنتي وبعدين اقوم عامل الكاميرا لا فبقوم عاملهم كلهم مع بعض. برضو ارجع للاستشاري هل ان انا ارفع الشباك واخلي بدل 2 متر 20 2 متر 30 ولا ارفع ولا ازود قطاع القمر واخليه 2 متر 70. لازم النقطه دي ما انا مش هعمل عتب وبعدين اصبه وافكه وبعدين اعمل القمر والكلام ده فبتعمل القمر في العتب كله مره واحده تمام. في حاجات بقى لازم اعرفها مثلا في الايه في الـ في الـ في الحاجات دي. طبعا بص هنا هتلاقي كاتب لك ايه التشطيب بتاع كل حاجه اهو اتنين دي اللي هي الدهانات اتنين دي اللي هو هنا دهان بلاستيك خلاص كاتب لك وبعدين الخمسه دي هتلاقيها ايه اللي هي الارميل اهي في الواجهات. انت عندك تشطيب للواجهات جدول لوحده تشطيب للواجهات خمسه اللي هي الارميل اربعه اللي هو الطوب حراري صفر بارتفاع متر وخمسه سنتي. هنشوف الكلام ده في الحصر ازاي بنحصره اهو ادي ده الطوب. لازم تعرف كل حاجه هتشتغل فين وبندها فين. محدش يجي يقول لك طب هو الطوب الحراري ده انا هعمله فين. لازم تعرف وده هتربطه بالمقايسه عندك كل دور اهو. بعدين مثلا عندنا حاجه زي ايه ده الشكل ده مباني ولا خرسانه فتلاقي مثلا عاملها لك عين اتنين فتلاقي هي بياض بخلطه اسمنتيه يبقى انا ده هيبقى على مباني خلاص. برضو عامل لي هنا عين اهي حلوه ماشي ديكور. طب الديكور دوت هيبقى خرسانه ولا مباني فبقوم مثلا شايف ان اخر المنسوب بتاعي هنا خلاص يبقى بالتالي ده سقف الخرسانه بتاعي ده سقف الخرسانه بتاعي. لو جيت اقيس من ده لده الثلاثة متر بتاعتي خلاص. بعد كده اللي يبقى اللي فوق ده كله ده مباني. طب هي مباني كده بس لا الاقيه ان هو قايل لي امر موقع خلاص ان لا عايزها طبان طبان يبقى هو هيرسم لي اهو رسم لي شكلها اهو
هتبقى معمولة ازاي، ودي خرسانة مسلحة. قام قال وصفها لي، قال لك لا انت هتعمل عمود خرسانة مسلحة يمينها وعمود خرسانة مسلحة شمالها، وهيبقى ده مباني ودي ده الفراغ. لازم اسأل في كل حاجة، اي حاجة شاكك فيها ومن قبل ما تتنفذ لازم ابقى ايه، اتحرك كده واشوفها عاملة ايه، حلها ايه. تمام معايا؟ بعد كده عندنا نكمل نلاقي عندنا شخشيخة السلم، هنلاقي فيه كمر داير عليها كده في الماء في الانشائي. احنا خلاص خلصنا المساقط كلها طبعا، دي بتاعه الفواتير دي بتبقى الصنبات ما بيبقاش فيها حاجه اصلا. خلاص ده التفاصيل بتاع تسليح شخشيخة السلم. الاقي ان الكمره هنا عاملها كام، 25 في 70، والشكل متماثل. طب انت ليه هنا هنا عاملها 20 في 75، وهنا 20 في 60، وهنا 20 في 60، وهنا 20. يعني شوف حتى لحد لوحة شخشيخة السلم لازم تراجع. ابص هو عامل ايه هنا. الله يفتح عليك، ما اروح اساله ليه انت عاملها 20 في 75، هتلاقيه قال لي امر موقع، لا انا اسف حقك عليا اعدلها. ما هي 20 في 60، خد بالك ان الشكل متماثل، فدي 20 في 60 ودي 20 في 60 ودي 20 في 60. ليش معنى؟ ما هي مكملة، هي نفسها، هي نفسها هنا، هي قصادها، هي نفسها. المفروض هي اللي تكبر، دي تبقى زيها او ترجع لي دي 20 في 60. بس هو بيسهل ويقوم قايل لك خلي دي 20 في 75. خلاص مين هو انا اللي كاتبها؟ ماشي حقك عليا. ليه استحالة؟ ليه استحالة؟ خلاص انت سلم للاستشاري وما ترجعش وراه، وما نقابلك في ابو زعبل تبقى ايه، نبقى نتفق بقى. طيب يبقى انت هتروح، يبقى السجن جنب البيت. لا انا ما تبقاش تامن علشان في بالظبط، انت موقفك الاضعف، هيقول لك انت ما رجعتش وراه ليه. طب لو انت شايفه كويس، هو ليه حط دي؟ ابص ليه حاططها في كل ماشي، ما هو الاسطمبه. طب ما تشيلها ليه انا مامن له؟ فاهم قصدي؟ هو بيقول لك اهو المقاول مسؤول عن مراجعه اللوحات، احنا قاعدين دلوقتي بنعمل ايه؟ مراجعه اللوحات. فاهم قصدي؟ ما احنا لقينا له 100 غلط من اول ما ابتدينا. يعني بالعقل كده، هل ينفع ان هو يعمل الرفرفه بالطريقه دي؟ الرفرفه كلها بايظه. مش عايز اقول لك ان دي فعلا لوحه الرفرفه، وكل على فكره انا ما عملتش حاجه فيه، انا بقول لك دي اللوحات الاصليه انا ما بلعبش فيها. فهو ده شغله كده، جايب اسطمبه من حاجه وظبط عليها شويه حاجات وما كملتش عادي، الاوتوكاد ضرب منه في حاجه. فاهمني؟ والله دي بترجع بره، هو ما كانش قال لك راجع اللوحات. خد بالك انت، بص معلش انت باصص لها ليه؟ علشان احنا عندنا قاعدين 3 ساعات اهو بنتكلم في المشاكل كلها مره واحده. لا انت كل انت ممكن تلاقي لوحات ما فيهاش مشاكل وانت ماشي لقيت مشكله، انت كل اوامر الموقع ايه 3 4. فاهمني؟ انا كنت في مشروع مش عايز اقول لك اتعمل عليه اوامر موقع وتغييرات قد قيمه المشروع ده مره ونص. انت متخيل قد قيمه المشروع مره ونص؟ ما درست كويس، استشاري كان جاهل بالريكويرمنت بتاعه المالك، قول اللي انت عايز تقول. واكتر واحد لبس واتاذى في الموضوع مين؟ بس كده عمال تعمل الحاجه وتكسرها، تعمل الحاجه ويقولك لا بعد ما تمحر وتبيض وتخلص يقولك اصل انا عايز فتحه هنا. ما عنديش مشكله هحاسبك عليها، انا ما بتكلمش في الحساب، انا بتكلم اهو دي مشاكل. مشروع قدامكم اهو في العبور اسمه ماركر لفارما، مصنع ادويه، اي حد يروح هناك يسال. مشروع كانت مدته 6 شهور خلص في 2 سنين ولسه لحد دلوقتي ما استلموهوش. اي حد يروح، انا كنت مكتب فني هناك، يروحوا يشوف الموقع، الناس اللي قال امن هيقولوا لكم ده كان مشروع 6 شهور بقى 2 سنين. كميه التغييرات، كان مشروع بالظبط ب9 مليون، بقى توتال المشروع لحد قبل ما انا ممشي انا كنت كفرت بقى خلاص بالظبط، كان وصل ل 28 مليون وكسور. انت متخيل من 9 مليون و10 مليون اتفضل شايف رقم عالي قد ايه؟ كل دي اغلاط، فانت ما تتضايقش من الاغلاط دي او تستقل منها. لا الملك بس كده شرط على المواد بتاع
ايه؟ الملك يوسف. لا ما درسش الدنيا. هو ما درسش وكان مستعجل بس مش اكتر، فاهم قصدي؟ فاحنا كده وصلنا الموضوع ان خلاص رجعنا اللوحات الانشائيه، رجعنا المشاكل لحد شخشخه السلم. فين شخشخه السلم؟ ده الاسقف اهي كده، وادي اهي شخشخه السلم، وشوف تفاصيلها وتسليحها وعاملك البلاطه بتاعتها هنا 16. خلاص عايزين بقى بعد كده هنبدا نراجع بقى الجداول التشطيبات دي مع المقايسه، وتعرف هي موجوده ولا مش موجوده، مش كمياتها، انت بتعرف بعد كده هي موجوده ولا مش موجوده. خلاص بعد كده في حاجتين ضروريين بس عايزين، احنا خلاص يعني مش هنطول، احنا في حاجتين ضروريين عايزين نعرفهم في الانشائي هنا، ايوه في المعماري سوري. التشطيبات دي بتفرق معايا، سواء تشطيبات الارضيه او تشطيبات الايه السطح. خلاص طبعا احنا كل الملاحظات اللي احنا قلناها دي، الكمر المقلوب وتعدل، الكمره اللي ما كانتش في مكانها، الكمره اللي كانت كاتبها لي 30 في 40 وهي مرسومه 20، لازم انا يبقى معايا ورقه كده بكتب فيها كل الملاحظات دي عشان ما انساهاش فين في الحصر، وانا بحصر ما انساش الموضوع ده معايا في الايه في الحصر. خلاص عشان ما ارجعش ايه اتوه تاني. طبعا التشطيبات سواء بتاعه السطح او بتاعه الارضيه لازم اقعد اقراها. اول حاجه بعد ما ببني، بعد ما ردمت بعمل خرسانه عاديه بسمك 15 سنتي، بعد كده بعمل عزل للرطوبه قيمته 2 سنتي اللي هو الممبرين دوت اللي هو بيبقى العزل بتاع الرطوبه، بعد كده بعمل عليها خرسانه عاديه 10 سنتي، بعد كده التشطيب بتاعي اللي هو 4 رمله و2 مونه والجرانيت 40 في 40. خلاص برضو بشوف تشطيبات السطح بتاعتي، ببقى اول حاجه عندي خرسانه مسلحه اللي هي 15 سنتي اللي هي البلاطه، بعد كده بيعمل عزل للرطوبه اللي هو ال 2 سنتي، بعد كده عزل للحراره اللي هو ال 5 سنتي. تمام هو في 4 وفي 5 فهو مختار النوع اللي هو ال 5، بعدين في خرسانه الميول او الخرسانه الرغويه. تمام بعد كده في 8 سنتي بلاط ورمل ومونه، بعد كده البلاط السنجابي اللي هو اسوأ حاجه عندنا محدش بقى بيستخدمه اصلا اللي هو بقى اللي هو 20 في 20. خلاص لازم اراجع هل في طبقات عزل موجوده في السطح ولا لا، عزل الرطوبه موجود ولا لا، عزل الحراره موجود ولا لا. طبعا الحاجات دي اللي حد عارف طبقات العزل الكتيره دي بتتعمل ليه سواء في الارضيه او في السطح. طب في الارضيه بتتعمل ليه؟ يعني كميه الطبقات دي، يعني بعمل خرسانه عاديه وخرسانه عاديه تاني وبعمل عزل للرطوبه، الكلام ده كله علشان ما تهبطش. انت لو بتشوف في المباني القديمه والبيوت القديمه تلاقي ايه في الدور الارضي البلاط ايه طرقع، البلاط طرقع علشان بيبقى فيه ايه هبوط ومش متكوكه كويس، سيبك من ان هي الارض تبقى متكوكه كويس، فبيتعمل خرسانات وحاجات كده ايه بتبقى فيه ستاندر كده تشطيبات بتتعمل عشان الايه الارض ما تهبطش منه. خلاص ايه اللي فوق علشان او انت كل حاجه ليها حاجه، دي بلاط السقف، الرطوبه والحراره عشان المطر، الرطوبه ده اول حاجه اللي هو البيتومين. خلاص بعد كده الحراره، بعد كده عندك خرسانه الميول او اسمها خرسانه رغويه، ده علشان ميول بتاعك على الجراجير. خلاص بعد كده عندك المونه والرمل بتحطهم، بعد كده بتعمل البلاط السنجابي ده. المطبخ بتبقى موجوده على اللوحه في المؤسسه؟ ايه يعني بتبقى موجوده، ما انت عندك بند اسمه لا امال انت هتحصر ده ازاي؟ ده في خرسانه الهيكل، ده في بند اسمه عزل للرطوبه. خلاص ما انت هو انت عزل الرطوبه هنا بس، انت عندك كل ما تحت الارض انت بتعزله رطوبه صح؟ عزل الحراره، في بند اسمه عزل الحراره علشان انت بتعمل تحت في عزل الحراره، الحمامات بتعمل لها عزل الحراره ولا لا؟ عزل للرطوبه قصدي، فاهمني؟ المطابخ بتعملها نفس الكلام، خرسانه الميول ليها بند بالمتر المسطح، فاهمني؟ المونه والرمل بتبقى متحمله على البلاط، المونه والرمل والحاجات دي بتبقى متحمله على طول على الايه بند البلاط. تمام كده عرفنا كل الرسومات اللي عندنا، عرفنا جداول التشطيبات الدنيا ماشيه ازاي. خلاص
دي ده الموقع العام، بتبقى عارف كل حاجه ده معمول ليه. طبعا هنعرف الارميد ده ازاي نحسبه. خلاص اخر حاجه عندنا فين دي، ما كناش عارفين دي بتاعت ايه، فاهمني؟ فطلع هو ديكور اصلا في الواجهه اللي هو ده، فاهمني؟ ما كناش عارفين شكله ايه. الدايره دي علشان ما كناش عارفين دي ايه وضعها، هل الكتله دي كلها هتبقى مباني ولا مش هتبقى مباني، فاهمني؟ دي هنا كانت الكاميرا اللي هي اللي موجوده هنا دي، فاهمني؟ فكنا عايزين نعرف مقاسها، هل هو مقاسها مظبوط اهي، فاهمني؟ في حاجات متعدله وفي حاجات ايه مش متعدله. كان البعد هنا مش مظبوط، هي 76 وهي المفروض 70، فاهم قصدي؟ هنا كانت الكوبيستا دي بتقول له انت بتبقى عايز تستفسر، هي معموله 115، هل انت عايزها 115 ولا لا؟ هل انت عايز الكاميرا اللي هنا تبقى ساقطه ولا مقلوبه، فاهمني؟ يلا على البركه. صب السقف غير قبل ما يحطوا التسليم وحطوا الخشب بتاعه بالطريق والعلاقات وكله، حطوا حديد وقابلوا النار وخرجوا بيه الكهرباء ما حطتش، راح صب. صب؟ وصب. حد صب من ايه؟ حد شاف حد ولا تسلمي ولا هو عايز يصبها ليه؟ يعني هيتجنن ليه ويصبها؟ طب وانا هخلص من غير كهرباء؟ من غير سباكه؟ الملك بيولع في الاثنين دلوقتي، ده وده. هو ماله الاستشاري؟ ماله الاستشاري؟ انت ازاي تسمح؟ ايوه هو سمح. الاستشاري قاعد بالظبط، الاستشاري قاعد في بيته. لا ولا هيعمل له حاجه. طيب نتكلم بس نراجع كده تاني كده بسرعة. احنا زي ما احنا متفقين كده ان كل محاضرة احنا بنقول احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت، بعدين نقعد نتكلم، بعدين نراجع تاني على اللي احنا ايه قلناه تاني، بس ايه بيبقى بسرعة اسرع كده شوية. خلاص يا عم ارحمني، يا عم ارحمني. خلاص احنا المحاضرة بتاعت النهاردة، معلش لو الناس ايه تركز بس اخر حاجة كده، قراءة اللوحات الهندسية، ودي أهم نقطة عندنا في المشروع. خلاص المخرجات من الرسومات المعمارية إيه؟ المناسيب، زي ما طلعنا منسوب الخرسانة المسلحة، منسوب الصفر المعماري، بعد كده من السلالم عرفنا منسوب الرصيف بتاعنا إيه، بعد كده عندنا منسوب التأسيس طرحنا منه المسلحة والعادية. خلاص بعد كده عندنا الارتفاعات اللي هو ارتفاع الدورة، إحنا عرفنا إنه ارتفاع صف الدور عندنا 3 متر، عرفناه من المناسيب عندنا، كان اول واحد ده بلس 60. خلاص بعد كده عندنا 3 متر 60 وهكذا زي ما احنا ما ماشيين، انت شايف. طبعا القطاعات من الواجهات بتبقى شايف القطاعات وبتبقى قاعد تراجعها كده وتشوف الارتفاع عليها مظبوط ولا لا، تشوف الحاجات اللي قلنا ساقطه ومش ساقطه، اماكن الحوائط. يعني انا دي الحاجات اللي باخدها من المعماري، باخد اماكن الحوائط اراجع بيها ايه الكمر، اراجع بيها المياد وانا في الارضي، تمام. بعد كده ايه الملاحظات اللي في الجنب دي برضو لازم اقراها. خلاص عرفنا ان ارتفاع العمود الحر منين لفين، من ظهر الخرسانه المسلحه لباطن كمره السقف الدور، ده الاختلاف الوحيد ما بين كل عماره وعماره، علشان ظهر الخرسانه المسلحه ده بيختلف من عماره لعماره، لكن منسوب الكمره بتاعه الدور الاستاتيكال سيستم كله واحد. خلاص مراجعة الأعمدة لكل دور مع مراجعة القص واتجاهه، لازم نعرف احنا عنه ايه؟ يعني نفس باطن كاميرا سقف الدور، ما هو في ممكن الكاميرات الخارجية أكبر كاميرا، أنت بتاخد أكبر كاميرا، فاهمني؟ أنت أغلب أو أغلى أو لو لقيت إن 90% من الكاميرا على 60 خلاص وحدها على 60 بس مع مراعاة الفرق. يعني أنت هو بيتكلم احنا قلنا في ارتفاع العمود الحر من وش الخرسانه المسلحه لحد بطن الكاميرا من تحت قاعد كاميرا، فهو بيقول لك انهي كاميرا اللي اخدها، فانت بتاخد يا اما اكبر كاميرا لو قطاعاتهم كلهم متغيرين، لكن لو عندك 90% من الكاميرا زي بعضه فبتاخد اللي زي بعضه ده وتراعي الفرق في الارتفاع. هو احنا خدنا ليه ظهرت لنا موضوع حاجه اسمها ارتفاع العمود الحر؟
علشان هو مش معتبر ان في حاجه اسمها رقابه اعمده. تمام؟ انت قلت لك انت بتمشي في اتجاهين على حسب ما هم بيوجهك، يا اما في اتجاه رقاب الاعمده او العمود او ارتفاع العمود الحر، او في اتجاه تاني خالص ان هو بينزل لك الرسومات بناء على الاجهاد بتاع التربه. يعني لو اجهاده 1.5 هيقول لك استخدم الجدول ده، لو اجهاده 0.75 تستخدم الجدول ده. تمام؟ خلاص. اهم حاجه بعد مراعاه القص وربطه مع المعماري، لان القص لابد ان يكون في الاتجاه الحر، وذلك لكل دور على حده. عرفنا ان احنا لازم نعمل القص لكل دور لوحده، يعني هنعمل 7 لوح عشان كل دور الاعمده فيه متغيره من دور لدور. خلاص. وطبعا بعد ما بخلصهم بحطهم على المعماري، اشوف علاقتهم مع الحوائط عامله ايه، بقعد كده اشوف كده الحوائط كده، والله مخدمه عليها، والله الحيطه دي مش مظبوطه ومعمل عليها كلاود وبعتها له. بعد ما اخلصهم اخد الاعمده دي احطهم على الانشائي وراجعهم مع القمر. فاهمني؟ اه ايوه. ليه؟ اه ثواني بس، ثواني يا شباب بس عشان نسمع بعض تاني. انا بقول الدور ده الاعمده فيه مش هتتقص، الدور اللي فوق الاعمده دي فيها هتتقص، يبقى انا لازم اعمل لوحه محاور واعمده للدور ده، واعمل لوحه محاور واعمده للدور ده. معايا لحد كده؟ متفقين؟ طيب. طيب الدور ده الاعمده فيه ماشيه مع القمر، مفيش فيها مشكله، مش سايب الكاميرا بتاعته. ما ممكن عمود تلاقيه سايب الكاميرا اللي رايح لها، يعني لو عمود عندك هنا في النص بارز كده وفي كاميرا جايه له، والله لو اتقص في الدور اللي فوق والكاميرا ما بقتش رايحه لها، هل انت هتوصلها بمزاجك؟ لازم تقول له. طب لو الكلام مع الحيطه لو اتقص، انا احنا بنقول مش افتراضيات، انت ممكن حاجات تلاقيها وممكن الحاجات دي ما تلاقيهاش، ممكن هو من الاول استشاري كويس ومدي لك الاتجاه القصه الصح، فانت ما تامنش. انا بقول لك ايه الحاجات اللي تراجع عليها، علشان انت في الاول سالتيني قلت لي ايه، طب ما انا ممكن في حاجات تقع مني صح، لكن لما تبقى حاطط في دماغك لا ده انا هراجع معماري كل دور والقص بتاع كل دور. طب في حاله ان هو ما اديليش اتجاه القص اساسا، هو راح ايه مسلم لي لوحه كده وخلاص انتهى الموضوع، يبقى انت العمدان دي هتفضل مكمله معاك لحد فوق، يعني ما عندكش قص. ايوه قول له في قص. هو القص بيبقى ايه؟ لو عندك عماره دورين، عماره 3 ادوار ما فيهاش قص، هو انت بتقص عشان توفر، لكن هو ما فيهاش قص. هو اهي عماره 7 ادوار وعمال يقص فيها من بعد الاول، من بعد الارض. فاهمني؟ براحته، بس إيه لو هو مش مدي لك قص بتناقشه، وبالتالي هيبقى عندك لوحه واحده ومعماري واحد، وبتطبق على معماري واحد وبتطبق على انشائي واحد. هو احنا المشكلة عندنا انا جايب مشروع معقد شوية، هو مش معقد هو بس علشان ايه نفهم منه، لكن الموضوع كله ايه، هو بيبان لك بس ان هو صعب، لكن الاربع عمدان اللي انا عملتهم هي او الربع، انا كنت بتعامل مع المشروع بالربع، ربع واحد بس العب فيه وراجعه وافصصه وبعد كده بطبقه على الاربع اتجاهات وخلاص. تمام؟ بعد كده لازم اراجع ابعاد الاواعد الخرسانيه العاديه والمسلحه. قلنا العاديه عندنا كانت رفرفتها ضايعه، فلازم تراجعها علشان دي اللي هتحسب عليها الايه الاريا بتاعتك. والمسلحه نفس الكلام، لازم تراجع ابعاد القاعده بتاعه المسلحه الاول مع الجدول، وبعدين تراجع السنتر بتاعها هو نفس السنتر بتاع العمود، يعني الرفرفه هي نفس الرفرفه. خلاص. طبعا بعد ما بتحط عمدان الدور الارضي تراجع العمدان، يعني انت بتراجع العمدان بتراجع الاواعد بتراجع الايه الرفرفه. خلاص. وعلاقتها بالعمود على ان تكون الاعمده موقعه بابعادها وبدون قص. انت طبعا اول دور ما بيبقاش عندك القص، فبتبقى واخد الاعمدان دي بتشتغل عليه. مراجعه كافه اوامر الموقع، ده لو هو مدي لك اوامر، خد يا عم دي شويه اوامر كده ايه اشتغل عليها، انا طبعت وبعدين ظهرت لي الحاجات دي، ما ممكن يبقى طبع الرسومات وبيبقى عايز يديها لك، بس ايه بيبقى عايز ايه حاجات ظهرت له، فبيقول لك معلش سقط لي الحاجات دي في الايه في اللوحات وهاتها اعتمدها لك تاني. فاهمني؟ فلازم ايه تراجعها مع حاجه زي عين 7 اللي لقيناها ايه عايز يتقص فبترجع له. خلاص. وتنفيذها وتعديلها على كافه اللوحات سواء معماريه او انشائيه، زي موضوع الاكس اللي احنا كنا بنتكلم فيه،
احنا ما نعرفوش، لا يعني مش في واحد بس، في كل الرسومات المعماريه، كل الرسومات الانشائيه ببلغ بها الاقسام الثانيه، علشان خلاص احنا عندنا البيز لاين بتاعنا، المحاور بتاعتنا اتغيرت، فلازم ايه بعدلها. خلاص ده انا اللي احنا بنقول عليه مراجعه المحاور الانشائيه مع المعماريه مع الالتزام. الالتزام الديفولت عندنا المحاور المعماريه، ايه اللي اذا هو قال لي العكس؟ خلاص الالتزام عندي بلتزم بالمحاور المعماريه. خلاص مراعاه فرق الارتفاع بين السملات والقواعد. خلاص لان ده هيساعدك في ايه، لازم تبقى عارف ان في اللي هو الركوب، وهل الركوب دوت لحد ما اوصل للعمود ولا لحد ما اوصل لحد حدود القاعده من الناحيه الثانيه، لازم ابقى واخده في بالي وعارفه، علشان ده هيفرق معايا في ايه، في عمليات الحصر. اشاير السلم والبادي، ولازم اشوفها فين موجوده في المعماري. زي ما احنا اهو جينا طبقنا لقيت انا مشكله ماشي ما مش فاكرها، ان هو لقينا سيخ من ضمن الاسياخ طالع، بس دي مش مشكله كده خلاص كده اصلا، قصده ان الاسياخ كلها تبقى جوه الفخده، مش اكيد مش هتعمل سيخ لوحده بره. خلاص لازم تكون الاشاير خارجه من ايه، من وسط الشداد او الميدة. بعد كده عندنا مراجعه حوائط الدور الارضي مع الميد. خلاص طبعا انت عندك المعماري هتاخد منه الحوائط، قلنا هتراجعها مع الكمر وهتراجعها مع الميد، هتراجعها مع الميد عشان لازم تكون الميدة قد او تساوي الحوائط، مع مراعاه ان كل حائط لابد ان يكون تحتيه ميدة. يعني ممكن تلاقي حوائط مش تحتها ميدة ترجع له، ممكن تلاقي حوائط عرضها اكبر من عرض الميدة فترجع له فيها، وان يكون سمك الميدة لازم يكون اكبر من سمك الحائط وليس العكس، ما ينفعش العكس. خلاص لو الميدة عندنا 25 سنتي الحيطة بقى تبقى 12 سنتي، تبقى 25 كبرها تبقى 25، لكن لو عندنا ميدة 12 او الميدة 15 اللي احنا شفناها بقت 12، او لو ميدة 12 ممكن تبقى قدها، يعني ما ينفعش ان انا اعمل ايه بالظبط، ما ينفعش ان انا اعمل حيطة 25 سنتي على ميدة 12 سنتي. مراجعة المناور واماكن المصاعد مع المعماري ماشي، لازم تكون نفس الابعاد ومطابقتها مع القمر. ما هو انت المنور ده او المسقط دوت بيبقى عباره عن ايه، مباني وقمر، مباني وقمر، فلازم المباني تطلع مخدمه على القمر، يبقى المباني في المعماري لازم اقيسها وراجعها مع القمر. خلاص مع بعضها مراجعه بقى ايه، همسك السقف، احنا خلاص خلصنا الحيطان مع الميد، همسك بقى الحيطان مع القمر وبراجعهم مع بعض، وبراجعهم مع الاعمده برضو كل دور لوحده. تمام نضع اعمده الانشاء الناتجه عن التصميم، يبقى سقف الدور الارضي مع معمار الدور الارضي، الاثنين اللي راكبين على بعض. خلاص باخد معماري اللي انا واقف عليه ده مع السقف اللي انا واقف عليه، الاثنين مع بعض، بشوف علاقه القمر بالحيطه بالارض، لازم ايه ابقى متخيل الشكل كده في بالي قبل ايه ما بشتغل، عشان لو في حاجه مترحله عن حاجه، زي ما شفنا حيطه الحمام كده كانت مترحله، ارجع له اقول له احرك اني هتوسع حضرتك في الحمام ولا العب انا في الكاميرا، علشان ما تفاجئش فيها بس كده في الايه في الموقع. خلاص في حاله كون العمود الحقيقي غير الواقع لازم التزم بابعاد العمود الانشائي. خد بالك ان المعماري بيفرض اماكن العمدان وبيفترض ليها دايمنشن، فلازم تحط العمدان الانشائي على لوحه المعماري، العمدان الانشائيه بتاعه كل دور بتاخدها تحطها على لوحه الايه المعماري، علشان بتشوف مكانها فين. خلاص دي حته الكاميرا اللي احنا كنا، دي حته العمود اللي كان فيه مشكله، طبعا كان في المعماري باين ان شكله حلو زي الفل، لكن قطاعه في الانشائي كان عمال يتقص 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 وشكله في المعماري حلو. خلاص لازم ارجع للاستشاري عشان ده هيعمل لي تغيير في النظام الانشائي. لو لقينا ان احنا قصينا من هنا، ايه ده في كمر هيتحمل على كمر وهو تصميمه اصلا ان هم رامين على العمود، وعرفنا ان امر الموقع طلع بان القطاع يفضل ثابت من فوق لتحت. خلاص براجع عرض الكمر مع الحوائط، عرض الكمر مع الحيطه. خلاص ليه براجع عرض الكمر مع الحيطه؟ احنا قلنا بنراجع عرض الكمر الاول مع الجدول، لازم عرض الكمر ده يبقى هو عرض الحيطه او اكبر منه، ما ينفعش تلاقي انت حيطه طالعه لك 25 وتطلع على كاميرا مثلا 20، الفاضي ده ايه؟ فاهمني؟ العكس ينفع، يبقى في زاويه كده او في ركبه اسمها في الكاميرا مش مشكله، لكن ما ينفعش العكس، ما ينفعش يبقى في فاضي، ما ينفعش ان انت دي بقى اللي ما فيهاش تجليد، لا لازم العرض بتاع الكاميرا لازم يبقى اكبر او يساوي العرض بتاع الايه؟
الحيطه. خلاص مراجعه تسليح البلاطات وطريقه توزيع الاحمال وابعاد القطاعات، مراجعه تفاصيل البروزات والاسطح المايله. احنا عرفنا ان الاسطح المايله دي عندنا اللي هي الارميد، عرفنا الارميد في انهي ادوار، عشان دي الحصه اللي جايه المحاضره اللي جايه هنبقى نشوفها في الايه في المقايسه. لا ابقى انا خلاص بقى ده انا ذاكرت وعرفت هي موجوده فين في الرسومات وفي انهي ادوار، وهبدا احسبها وهي بالمتر المسطح ولا بالمتر المكعب. هنشوف الكلام ده المره الجايه. بس معلش الرسومات دي بس طريقه توزيع الاحمال يعني هيراجع عليه بالظبط في النقطه. انت حاطط التسليح الرئيسي، انت عندك اوضه زي دي، اما انا اقول لك مثلا انت عندك هنا كده ده الاتجاه الرئيسي التسليح الرئيسي بتاعك وده التسليح الثانوي، اما انا اقول لك ان انت عندك كده 4 فاي 16 4 فاي 10 وهنا 5 فاي 20 ده صح؟ لازم تراجع انت حاطط احماله صح ولا مش. انا ما بتكلمش انديكيشن، مش الشكل الخطين والخط، لا انا بتكلم هل حاطط الحمل الرئيسي في اتجاهه ولا لا؟ فهمني، ممكن يبقى قالب بلاطه، قالب بلاطه حاطط الحمل الرئيسي بتاعها في الاتجاه الطويل، تسليح او بالظبط فهمني، هو حاطه غلط. فانت لازم تراجع النظام الانشائي هو مش دي بقى اللي مش بتاعتك قوي فهمني، بس انت بتحط عين على عين فاهمني. مراجعه تسليح الفواتير، الفتحه اللي هي اللي اتحطت دي هو مدهاني بابعادها بكل حاجه، براجع انا براجع كل حاجه وطولها بشوف طولها. مراعاه الا يتم عمل اي كمر مقلوب في اماكن الفتحات المتكرره، يعني مثلا عندي شخشخه السلق ماشي كان فيها كمر مقلوب او المنور كان فيها كمر مقلوب، ما ينفعش اعمل كمر مقلوب في مكان فتحه. يعني انا بشوف الكمره المقلوبه دي الموضوع مش في كده، انت الكمره المقلوبه دي في الدور اللي فوق في باب، ازاي هيبقى في كاميرا مقلوبه وباب؟ يعني هي مش ما انا ما بحبش اقولها قاعده، انت ما ينفعش تعمل اي كاميرا مقلوب في اماكن فتحات زي فتحات الابواب. يعني انا عندي باب في الدور اللي فوق ما ينفعش اعمل تحتي كاميرا مقلوبه، انا هعدي كده. انا اقصد ان انا لو الدور اللي بعد كده هطلع المفروض هتبقى في بنيه لو في ايوه. طب ما انت عندك انت عندك دي بتتعمل كاميرا مقلوبه عشان الدروه زي الدروه في السطح تمام. بعد كده عندنا اخر حاجه لابد من مراعاه اي تعديلات يتم تنفيذها على الرسومات. خلاص التعديلات دي لو في حاجات ما اتعملتش على الرسومات لازم ايه تاخدها في الاعتبار عشان الحصر. مراجعه جداول التشطيبات مع المقايسه خلاص، من حيث وجود البند من عدمه وكذلك كميه البند والغرض من التشطيب. احنا عندنا قلنا في جداول التشطيبات لازم اشوفها موجوده في المقايسه عندي ولا لا، ولو هي مش موجوده لازم ولو هي موجوده قصدي اشوف كميتها، هل كميتها لوجيك مع اللي موجود في الرسم ولا لا. كل ده ولسه مش عايز اقول لسه المشروع ما ابتداش، ما بقول لك مش عايز اقول لك كل الكلام ده والمطابقات واوامر المطر كل الكلام ده بتبقى بتعملها قبل المشروع. وطبعا اخر حاجه عندنا تشطيبات بتاعه الاسطح والتشطيبات بتاعه الارضيات، لازم اشوفها هي موافقه للمواصفات الفنيه ولا هو حاطط هي بتبقى اسطمبه، لازم اعرف كل بند منهم موجود فين تمام. خلاص انتوا بقى ايه هتجروا؟ لا لا والله احنا هنجري جري بس احنا بريك والله. لا ده هو كده احسن ما كانش فيه بريك. ما كناش هنخلص والله صعب. تترفد انت كمان. لا ده هو بيقول لي ده احسن بالك انت هتشوف صح شويه يعني ما فيهاش حاجه صغيره هو قضيه مش قصه يعني هو هيعملوا ايه؟ هيعملوا تصاويير تحت ويشبطوا في الكهرباء او يعملوا زي كده.